مرحبا، بدي افسر لكم شوي منين اجى الديزاين تبع الجولدن ابل اوورد تبع السينمائيات. اول شيء بينعمل اول بيسي اللي هي هيدي بال 3D برينتر تنحط بينعمل لها مولد رمل. من بعد مولد الرمل بيطلع التفاحه النحاس. التفاحه النحاس من برا اسود على بني تذكر بالبيليكول تبع السينما، من جوا ذهبي وفيها ساينز اوف اوكسيديشن يلي هن بيذكروا بالتفاحه المضبوطه وتنصها نحطها برا، هيك بنعطي شويه حياه للحديد. البيس تبع خشب كأنه منصة مسرح لأنه المسرح بلش قبل السينما، ومن فوق عنا الورقة مع اللوجو يلي هي أعلى نقطة بالتروفي تضل السينما اللبنانية بأعلى نقطة إن شاء الله. أنا أسعد عواد، عملت ديزاين للتروفيز تبع جولدن أبل أورد. بشوفكم سينمائيات ليلة.